السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في Lecture 24 المحاضرة 24 من كتاب Up and Away Level 4 المستوى الرابع. سنبدأ إن شاء الله في Page 51 استكمال Comparatives with As الصفة As. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن استخدام As وكنا عند تساوي صفتان شخصان أو شيئان بنضع الصفة بين as بمعنى مثل. واليوم إن شاء الله سنقوم باستكمال درس as الصفة as عن طريق أو من خلال أمثلة موضحة بالصور. Number one, this football player is as strong as an ox. لاعب كرة أو هذا اللاعب لاعب كرة القدم is as strong قوي مثل أوكس بمعنى الثور. نلاحظ أن الصفة strong بمعنى قوي وضعت بين as و as. as strong as بمعنى قوي مثل أو في مثل قوة. Number two, Bill is as hungry as a bear. Bill جائع مثل الدب. نلاحظ أن hungry صفة بمعنى جائع وضعت بين as أصبحت as hungry as بمعنى جائع مثل بير بمعنى الدب. Number three, Ronnie is stubborn as a mule. As stubborn as a mule. Stubborn بمعنى عنيد صفة بمعنى عنيد وضعت بين as أصبحت as stubborn as بمعنى عنيد مثل أو في مثل عند mule بمعنى البغل. Number four, Mrs. Lee is as busy as a bee. Mrs. Lee سيدة لي مشغولة مثل بي بمعنى النحلة. الصفة busy مشغول وضعت بين as و as بأصبحت as busy as بمعنى مشغولة مثل. Number five, this muscle is as hard as a rock. Muscle بمعنى العضلة. Hard بمعنى صلبة مثل الروك الصخرة. صفة hard بمعنى صلب وضعت بين as و as بأصبحت as hard as بمعنى صلبة مثل. تشبيه العضلة بالصخرة. Number six, this box is as light as a feather. Feather بمعنى الريشة. Light بمعنى خفيف. الجملة معناها هذا الصندوق خفيف مثل الريشة. صفة light بمعنى خفيف الوزن وضعت بين as و as أصبحت as light as بمعنى خفيف مثل. Number seven, Mr. Lee's hands are as cold as ice. إيد Mr. Lee باردة مثل الثلج. نلاحظ أن الصفة cold بمعنى بارد وضعت بين as و as أصبحت as cold as بمعنى باردة مثل. Number eight, this house is as old as the hills. هذا المنزل قديم مثل hills بمعنى الهضاب أو التلال. صفة old بمعنى قديم وضعت بين as و as بمعنى قديم مثل. ننتقل إلى page 52. Superlatives with adjectives. صيغ التفضيل مع الصفات. ذكرنا أن صيغ المقارنة تكون بين شخصين أو بين شيئين، والحين إن شاء الله سنتحدث عن صيغ التفضيل. التفضيل يكون بين شخص ومجموعة أشخاص أو شيء ومجموعة أشياء. سنتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله عن الصفات القصيرة في صيغة التفضيل. The spelling rules for comparatives are also used for superlatives. القواعد اللي استخدمناها في صيغ المقارنة نستخدمها أيضا في صيغة التفضيل ولكن بشكل مختلف. But instead of adding er, add est. بدل من إضافة er كنا نضع للصفة القصيرة er في المقارنة هنضع est. مثال tall بمعنى طويل هتصبح tallest بمعنى الأطول. Pretty بمعنى جميل هتصبح prettiest بمعنى الأجمل. نحذف الواي وتقلب إلى IEST. Good and bad are irregular. كما ذكرنا من قبل أن صفة good بمعنى جيد وbad بمعنى سيء صفات غير منتظمة. في صيغة التفضيل good تصبح best في التفضيل وbad تصبح worst بمعنى الأسوأ. best بمعنى الأفضل وworst بمعنى الأسوأ.
وسنقوم بالتوضيح من خلال أمثلة موضحة بالصور. Number one, Devi is the youngest. Kenny is the oldest. Devi هو الأصغر سنا، Kenny هو الأكبر سنا. نلاحظ أن Devi 12 سنه 12 وكيني سنه 14 14. فديفي هو اليانجست أصغر وكيني أولدست أكبر. أصل الصفة يانج وضعنا لها إي إس تي وأصبحت ذا يانجست بمعنى الأصغر سنا، صيغة تفضيل. وصفة أولد وضعنا لها إي إس تي فأصبحت ذا أولدست بمعنى الأكبر سنا. Number two, Kerry is the tallest. May is the shortest. Kerry هي الأطول، May هي الأقصر. أصل الصفة طول طويل أصبحت the tallest بمعنى الأطول. Short قصير أصبحت the shortest بمعنى الأقصر في صيغة التفضيل. تفضيل يكون بين أكثر من شخص، تفضيل شخص على مجموعة أشخاص أو شيء على مجموعة أشياء. Number three, the basketball is the largest. كرة السلة هي الأكبر. أصل الصفة large كبير أصبحت the largest بمعنى الأكبر، أي أكبر من جميع الكور. The golf ball is the smallest. كرة الجولف هي الأصغر. أصل الصفة small في التفضيل أصبحت the smallest بمعنى الأصغر. Number four, the banana is the sweetest. البنانة هي الأكثر حلوة. أصل الصفة sweet بمعنى حلو، الأكثر حلاوة. أضفنا لها EST. The lemon is the sourest بمعنى الأكثر حموضة. Sourest بمعنى الأكثر حموضة. Sour بمعنى حامض، فأصبحت sourest the sourest الأكثر حموضة. Number five, the queen is the prettiest. الملكة هي الأجمل. أصل الصفة pretty جميل، أصبحت في التفضيل الأجمل prettiest. يبقى the prettiest بمعنى الأجمل. صفة pretty تنتهي بواي، عند التفضيل حذفت الواي وقلبت إلى I ووضعنا EST. The witch is the ugliest. ugly بمعنى قبيح. witch بمعنى الساحرة هي الأقبح. أصل الصفة ugly قبيح، حذفت الواي وقلبت إلى IEST. الملكة هي الأجمل، الساحرة هي الأقبح. Number six, Miss Test is the best. اختبار مي هو الأفضل. The best بمعنى الأفضل، صيغة تفضيل من good بمعنى جيد، في المقارنة تصبح better وفي التفضيل تصبح best، صفة غير منتظمة. Charlie's test is the worst. اختبار تشارلي هو الأسوأ. كما يتضح مي حصل على 100 درجة وتشارلي حاصل على 90 درجة، فمي هي الأفضل وتشارلي هي الأسوأ. worst صيغة تفضيل من باد بمعنى سيء، في التفضيل تصبح worst لأنها صفة غير منتظمة. يبقى إذن المقارنة التفضيل تكون بين شخص ومجموعة أشخاص وليس شخصا. والصفة القصيرة نضع لها EST وقبلها the. the قبل الصفة و EST بعد الصفة. والصفة المنتهية بواي تحذف الواي وتقلب إلى IEST. انتهت محاضرة اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.